مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن عشبة مهمة جدا. قال الأطباء لو كنتوا بتعرفوا فوائدها كنتوا اشتريتوها ولو وزن ذهب. هيدي العشبة اسم الحلبة، اسمها بالفرنسي فينوغريك. إلها خصائص تجميلية وإلها خصائص للجسم. الخصائص التجميلية منيحة، نقيعة، ممتاز، مغذي للشعر وذا غسول للوجه، وزيتها ممتاز للتشققات. أما بالنسبة لفوائدها بالجسم، هي خافضة للكوليسترول، خافضة للسكر، خافضة للتريغليسيريد بالدم، ومقوية للدم، مدرة للحليب بالنسبة للمرضعات، بتخفف آلام المعدة وبتقضي على الدود في البطن. وكمان من فوائدها أيضا أنه مقوي للعظم ومخففة لآلام الدورة ومنظمة للدورة. كمان من فوائدها أن مع الحليب والعسل تسمن. هيدي الحلبة إذا كان وحدة حامل بدها تنتبه ما تاخدها، وإذا واحد بده يستخدمها للناحية الطبية بده يستشير حكيم. كمان إلى فوائد مع الأكل، بالبهارات، بتطيب اللحم، بتطيب الجيج، بتطيب الأسماك، وكمان ممكن ينعمل منها طبق حلو. بعض البلاد العربية بيعملوا منها طبق حلو، إذا أكلوا الأولاد بكفيهم من حيث التغذية. شكراً.